استاذ شفيق. اهلا، ازيك يا هناء؟ ها عملت ايه؟ خلصت كل الاستعلام عن سكر. كويس قوي، وصلت لايه؟ كل بياناته صحيحه، هو فعلا ابن عم البنات. بص حضرتك، دي صوره من شهاده ميلاد سكر، ودي صوره من شهاده وفاه ربيع الطلخاوي. ايه ده؟ هو ربيع الطلخاوي مدفون في سلمون القماش؟ حاجه غريبه قوي. اللي اعرفه ان هو شهيد في حرب اليمن ومدفون في مقابر الشهداء في محافظه السويس. لا مش عارفه بقى، هي دي البيانات اللي انا قدرت اوصل لها. على العموم انا هكلم محافظ السويس واخليه يبعت لي معلومات عن الموضوع ده. المهم، انت تاكدتي ان سكر ملوش اي اخوات ولا قرايب؟ مفيش اي حد عايش من عيله الطلخاوي غير سكر والاربع بنات. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا رب، أنت العالم بحالي، أنا عمري ما عصيتك. يا رب، ماليش غيرك أشكيله همي ومراري. أنا تعبت من الوحدة، حتى الناس الغلابة اللي كنت بتمحك فيهم في سلمون القماش وبعتبرهم أهلي وناس اتحرمت منهم، وبنات عمي اللي ملحقتش أمل عيني منهم بقى بيني وبينهم ألف صور وصور. يا رب افرجها من عندك يا كريم. الليل نايم مع الكراسي وبالنهار قاعد مع الكراسي. اتفضلوا معانا يا اخوانا. بسم الله. ايه يا ليلي نازلك من اوضتك؟ مش كنتي نايمه يا دنايا؟ زهقت يا دادا من قعده الاوضه. امال اخواتي فين؟ بيري في اوضتها، وشيري وماجي ما جوش لحد دلوقتي، وانا يا بنتي قلبي متوغش عليهم على الاخر. ما تقلقيش عليهم يا دادا، هم واخدين على السهر بره. تحب اعمل لك حاجه تاكليها؟ ماليش نفس، انا هروح اقعد فوق البابا اللي في الجنينه. وايه اللي فكرك بيها دلوقتي؟ ده المرحوم الله يرحمه ما دخلهاش من سنتين. مش عارفه يا دادا، انا محتاجه اقعد هناك شويه. طب بقول لك ايه، صباح الربح يا دنايا، الدنيا بارده عليكي. يا دادا انا مش بردانه. طب عشان خاطري انا، ايه رايك انا بكره الصبح هاخد مصلحي وانضفها لك واخليها لك زي الفل. يلا بقى اطلعي نامي، عندك ميعاد مع الدكتور بكره. شكلي هكنسل الميعاد ده يا دادا، انا بجد مانيش مزاج اتكلم في اي حاجه مع حد. والله احسن، ده انت حلوه وزي الفل دلوقتي. دكاتره ايه؟ بقول لك ايه، تيجي بقى نطلع انا وانت البيري نشوفها بتعمل ايه.